جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل ساعد مفلح من حفر الباطن يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، نحن نعلم أن زكاة الفطر من قوت البلد، إما صاع من تمر أو بر أو زبيب أو إقط أو غير ذلك، هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسأل فضيلة الشيخ بعض هذه الأصناف كثيرا من الأسر لا تعرفه اليوم، مثل الإقط وليس قوتا، وكذلك الزبيب لا يؤكل وحده بل يضاف إلى الطعام. السؤال يبقى: هل زكاة الفطر تجوز من السكر، علما بأنه له وزن وقيمة وقد تفوق قيمته بعض الأصناف السابقة، وذلك بأنه في هذا الزمن لا يكاد يخلو بيت من السكر وقد يحتاج الفقير إليه ولا يستطيع أن يشتريه، أم نقتصر على الأصناف السابقة كما ذكرت؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. السكر من الكماليات وليس هو قوتا، فلا يجوز إخراج الزكاة منه. الزكاة تختص بالقوت لا يقتات في البلد. وأما أن بعض هذه الأصناف أصبح لا يعرف أو لا يستعمل، مثل الزبيب إنما يوضع مع الطعام أو لاقط لا يعرفه الناس، فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لأن هذه أصناف عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أخرج منها فقد أخرج الواجب عليه المنصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يجوز العدول عنها إذا إلى ما يؤدي معناها من الأقوات الأخرى كالأرز والذرة ما أشبه ذلك، لا سيما إذا كانت هذه الأقوات هي المعتادة في بعض البلاد، لأنها أقوات يقتات بها. أما السكر والكماليات فهذه لا يجوز إخراج الزكاة منها وإن كانت ثمينة. نعم، بارك الله فيكم.